نسبه الاقبال عليه كويسه السنه دي الحمد لله، يعني عملنا مبيعات كويسه، بس الناس كانت خايفه من الاسعار وكده، بس احنا الحمد لله كنا عاملين عروض كويسه، فالناس في نسبه اقبال اعتقد ان هي نسبه عاليه. هي الاجهزه الكهربائيه السنه دي كانت اتحركت شويه، كان في كذا عرض، كان الشركات كلها عامله عروض في الاجهزه، فعملت اسعار كويسه، في ناس نزلت اسعارها واستمر العروض بتاعتها من اول شهر واحد لغايه اخر الشهر ان شاء الله، فعلا كويسه. في العربي عامل عروض كويسه، واحنا كشركتنا عامله عروض كويسه، فالحمد لله يعني في اسعار كويسه السنه دي اعتقد. يعني نسبه التخفيضات عندنا بالنسبه لنا كانت من حوالي من 20 ل 25%، وفي حاجات وصلت ل 50%. هو والله سعر الجنيه على سعر الدولار على معانا في السوق، فده اللي حرك الاسعار السنه اللي فاتت، وعمل زي حاجه اسمها ايه، شراء استباقي، يعني الناس من شهر 12 وبتاع، فالناس كانت عندها ان هي خايفه ان سعر الدولار يعلى اكتر من كده، فالحمد لله. بس احنا لما الدولار نزل الفتره اللي فاتت فعملنا عروض كويسه، فالناس بدات ان هي السوق يتحرك سنه بسيطه، نسبته في التحرك سنه بسيطه يعني.